بسم الله الرحمن الرحيم. الاولاد اليوم باش نوريوكم كيفاش الميزي بوان يتحط نتاع الموتوبيكان. جانا واحد قال لنا سكر الموبيلات نتاعي تسخن، الموتوبيكان نتاعي تسخن ما يطلعش مليح في السعاده. نعملو طلع على البوان، نشوفوا البوان نتاعنا. ده نحلو البوجي قبل كل شيء. هذا البوجي ما نحلوش البوجي، معناتها ماذا بينا نخلي الموتور يبرد شويه. هذا البوجي نحط بلوك موتير، وريهم بلوك موتير يبلوك البيستون، المكبس الدخلاني اللي في وسط الاسطوانه هذا يبلوك المكبس به. واللي ما عندوش بلوك موتير ينجم يصنع بلوك موتير، ياخذ بوجي مثلا يعمل له ينحي له السيراميك من الداخل يدقدقو يكسره ويعمل له تارو نتاع ديس، يحط له اكس صغير بولوم نتاع ديس يقصه. ينجم يستعملوا بلوك موتير هذا، يعني بلوك المكبس به. حطينا بلوك موتير، ماذا بينا الموتير ما يكونش سخون يكون بارد. نحلو الفولون مانيتيك نتاعنا اللي هو الروتور، هذا يدور نصور لهم. في العادة يدور كونترير، هو نحطو المساحة. بسم الله، هوب تحل. حلينا الكرو، نحيو البلوك موتير، نحيو البلوك موتير. ده فما اللي في عندهم بلوك موتير وريجلاب اللي يحط به البوان. انا سيدي كيفاش نعرفوا البوان؟ نشوفوا الفيس بلاتيني، قربوا مليح الفيس بلاتيني بالكدا. هذاك الفيس بلاتيني، الفيس بلاتيني هاكا يتحل. الحله نتاعو تكون في الكارون 35، يعني الميلي نقسموها على 100، 35 40 45 الحله نتاعو ما تفوتش، فهمت؟ 45 سنتيم معناتها. به هاكا الحله نتاعو. نشوفو قبل ما يطلع البيستون 3 مليمتر خش نار فوق يد، اللي ما يعرفش يعمل مقدار خش نار فوق يد قبل ما يطلع يشرع في الحلال. هايكا يشرع في الحلال، قبل ما يطلع يشرع في الحلال في سباتيني. ده شوفوا من هنا كيفاش طلع له شويه. هذه نحشيو بوجي بالمقلوب ولا نحشيو اكس ولا نحشيو مفتاح، نشوفوا كيش يتحرك قبل ما يطلع البيستون تخش نور فوقيت. هاو يتحرك، يتحل الفيس بلاتيني. طب هذه الكام في صورة ماء، في صورة ماء لقينا معناتها البوان ضايع، نحيو الكام. نحيو الكام، عندنا مفتاح عراش هذايا نجبدو به الكام. نحيو الكام، شوفوا كيفاش نحيو الكام بالعرش. نحطو بلوك موتير، نحيو الكام، نحيو الكام. هذه الكام فيها حدبة، شوفوا الحدبة اللي فيها الكام، هايك الحدبة. الحدبة هذه الكام يقولوا لها كام، كيما في الاربرو كام، كيما في الكام هذه تحل الفيس بلاتيني وتسكره. هايك كي طلع هذيك تحل في الفيس بلاتيني. وقتاش تحل في الفيس بلاتيني؟ وقت اللي يبدا البيستون الفوق باش تقع عملية الاحتراق، باش تقع لتنسيل. لتنسيل وقت تقع عندها وقت معين، وقتاش تحرق؟ وقت اللي يتجمع لك الغاز بعد ما يحصروا البيستون المكبس هذا، يحصروا فوق البيستون يولي يقع عملية الاحتراق في البيت الاحتراق. به كي نحطو الكام تفرج ندورو هذه وحدها الساعة قبل كل شيء، قرب للبلاد هاوك الفيس بلاتيني هاوك يتحل ويتسكر. وقتها يتحل وقت اللي يبدا البيستون. وقتاش يندقو هذه؟ فما اللي موتيلات فيهم بالكلافيت من الدار نتاعها، معناتها فما كلافيت ما تنجمش انت تغير وتبدل، حضروا لك كل شيء وعملوا لك كل شيء. اما توا في الحاله هذه احنا في لونسيان ما يعملوش كلافيت، يجبك انت تتصرف تكون عارف
خدمتك الحرفي يعرف معناتها اي واحد عنده في الصنعه هذه يعرف. قلنا قبل ما يطلع البيستون ب 3 مليمتر هذا، اغزل لي يدي من غاديك، وري لي يدي، ندورو من التالي، ندورو هالتالي نقص من الحلقه هاد جبت الكوتين على الكانيولا نحطو على الكانيولا، اغزل لي بالقدا هاوك هاوك توا طالع بيستون توا الفوق، نحطو الفيس بلاتيني محلول، ندورو ونحلوه على كي نرجعو بالتوالي شوية نلقاو مقدار 3-4 مليمتر. ماذا بينا قلنا مقدار 3 مليمتر خش نعرفو قيد، 2 مليمتر 3 مليمتر قبل ما يطلع البيستون خش نعرفو قيد. وهكاكا بعد ما ركحنا ندقو الكام نتاعنا لقينا الكام، وبعد رجع الفولومانيتيك ونكبسوه والسلام.